تتصل بالله حفياً. معجزة حيرت الأطباء في الجزائر على مدار سنوات، وهو الذي كان يشكل رفقة ثلة من أشباهه في العالم إحدى المعجزات الطبية. ها هو المنتصر بالله يغادرنا صبيحة يوم 8 جانفي إلى الأبد، تاركا خلفه قصة تروى عبر التاريخ خلدها حواره المطول مع قناة الهداف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أخوكم حفيان محمد المنتصر بالله، 23 سنة، متخرج جامعي من جامعة ورقلة. الحمد لله كملت دراستي والآن راني في مرحلة العلاج. كيف بدأت الحكاية نتاعي؟ الحكاية أنه كنت صغير، كان عندي 5 سنين، كنت مع الوالدة كريمة، هي كانت معلمة، كانت معنا هذاك الوقت، كانت تدي فيا معها التدريس. وواحد النهار مني انا كنت ديما موالف نروح معها، واحد النهار كنا هابطين من الحافله، هي كانت كما نقولوا تخلص في مول البيس، وانا ملي كنت معنا موالف ديما نروح للمكان العمل نتاعها، هبط نجري ديريكت للمدرسه، وكان معنا الطريق، معنا انا كنت حاط في راسي غير نشوف في المدرسة، ما كنتش نرعى في الطريق لا اليمين لا اليسار، السيارات ولا حاجة كيما هكا، هي أنا جيت تقاطع طريقك تعرف بعد معناها الصغر ولا كي تكون صغير وهذاك، جيت فايت وإذا بيا كي نلحق نص الطريق نخزر على الجهة اليمنى، بعد نشوف غير في شاحنة، بعد شاحنة كبيرة، في ديك اللحظة بعد ضربتني تقسمت النصفين، ومن بعدين من تم بعد صاي. في ذيك اللحظة كانت الوالدة الكريمة تخلص في مول الحافلة، هي كانت مقابلة كما نقولوا مول الحافلة، هو كان يشوف معنا في المنظر هذاك، كي شاف هذاك المنظر وشاف انه جزء راح منه وجزء راح للجهة الثانية، قال له الحاجة ما تخلصينيش، خلصينت وإذا به كي تتلفت عاد تشوف فيها نصفين، نصف بجهة ونصف بجهة. الحمد لله الولد لحد ساعة تذكر لي فيها وتقول لها نقدم لها تحية من المنبر، بارك الله فيها ربي الجزاء، تقول لي باللي اللحظة الأولى اللي شفتك بها مع العام هي تقرأ في آية الكرسي. الحمد لله قالت لي أول حاجة شفتك بها قريت ونفسي هداز، معنى ما متأثرتش ولا ما قولوا من ناحية الصدمة وهذيك الأمور. بعدها خذوني على مستشفى سليمان عميرات، عدنا في تقرت، بقيت حوالي 16 يوم في المستشفى تما، وما كانوا يقولوا بلي إن هذه الحالة ميؤوس منها، ممكن مش راح تعيش ولا، لكن بفضل الله تعالى وقدرته سبحانه تعالى الحمد لله وقفوا لي النزيف، ثم بعثوني المستشفى مصطفى باشا في العاصمة، ثم داروا لي خلين عمليات كما أكرمكم الله تاع الإطراح، كيفية الإطراح ودوك الأمور، وعدلوني الحمد لله في مصطفى باشا، قالوا أنه في جقرت بعد الحادثة مباشرة، وفي قضية العمليات خدموهم معناها من ناحية طبية خدموهم ليه يعني. بعدها في مستوى باشا ريحت حوالي تمن أشهر على معدة، تمن أشهر الحمد لله، حتى رجعت هنا البلاد أقلمت مع الوضع. الوالدة الكريمة بحكم أنها كانت في مجال التعليم وذاك، عاودت بدأت هيك تعلمني شوي، ومعنا كنت تعطيني بالكراس نحاول نكسب كيميكا. وبعدها من بعد التشجيع في المدرسة وذاك قالوا لا نجمي نورمال دخلي معناه يقرأ، وانا بديت الحمد لله طور الابتدائي طور كيفت مع الوضع عادي، كنت معناها بالكرسي المتحرك نتحرك نورمال، طور الابتدائي كما قلنا، طول المتوسط والثانوي كملت الأمور، بس في هذه الفترة كان عندي
ساعات بعد كما نقولوا معيقات، ومن المعيقات من الناحيه الصحيه، لانه علاش مع الحاله الوضعيه كانت شويه لانفيكسيون، مع كما قلنا باللي الاجهزه الاصطناعيه ياثروا على الجسم، كانت تجيني شويه لانفيكسيون، بصح الحمد لله وحده فدناها. رغم أن حالته كانت مأساوية ومعقدة، إلا أن الأمور ازدادت تعقيدا بالنسبة لمنتصر بالله، وكان ذلك سنة 2018. سنة 2018 بدأوا كما نقولوا الكلاون تاعهم يتعبوا في سنة 2018، بعدها حوالي عامين طوى اصلا في 2018 طبيب خبر والده باللي قال لها منتصر رانا خايفين على الكلى، معناه لانه كثرت الالتهابات في المسالك البوليه اثرت على الكلى نتاعهم. بعد 2018 2020 هكاك دخلت في التصفيه بعد انه خلاص بعد الكلاو يتعبوا. هذه هي المرحله اللي كانت صعيبه علي، مرحله التصفيه، لانه علاج هي تصفيه عند الانسان طبيعي وكانت معناها صعب، وما بالك انه حاله كيما هذه تتطلب الدياليز. واني درك لحد ساعه مع الدياليز ثلاث حصص في الاسبوع، والاطباء يقولوا لي مازال شويه، زادوا لي الحصة الرابعة، عدت تقريبا يوم بعد يوم ولا يوم بعدها يوم تاني تقريبا في الدياليز، لأنه الجسم تعب بزاف. في البريودة الأخيرة عندي هذا الكاتي تاع اللي نصفي به في الدياليز صراله كرمك الله انفيكسيون، وهذا يدير لي في الهمة. نحب بدلته في هذا الصيف، لكن بدلته بواحد آخر في ماش كما نقوله ماش في بلاستو، لأنه العروق قالوا لي الأطباء اللي العروق انت عامك داخل سيبون داروا تغلقوا وتزيروا، ما عادش عندنا هنا يتي في الجزائر باش نقدروا نعالجوا، كان الحل الوحيد أنهم في الخارج، لأن ما عندهم بالك وسائل ولا عندهم طرق ينجموا هي ديروا بها. وهذه هي حالتي لحد الساعة، والحمد لله على كل حال. الواحد راه دائما يذكرها في فمه، والحمد لله على كل حال. هذه الحمد لله رافقت منتصر بالله حفيان طوال حياته، وابتسامته لن تفارقنا أبدا رغم رحيله عنا، وهو الذي كان يبتسم بالإيجابية دائما، كما كان متعلقا ببلاده وبالمنتخب الوطني في كل مناسبة، وتعلو ثغره الدافئ ابتسامة جميلة كلما ذكر المنتخب الوطني في أحاديثه. كما تمنى لرفاق محرز تتويجا جديدا بكأس أمم إفريقيا في كان كوت ديفوار. بالنسبة للمنتخب الوطني والله الحمد لله رغم كما نقولوا يمتعوا فينا، شوفوا مقابلات عالمية يعطيهم الصحة، إن شاء الله يا ربي كأس إفريقيا إن شاء الله تكون بين يدينا، ورانا دايرين ثقة كبيرة في المنتخب وفي اللاعبين وفي الكوتش، ربي يحفظه إن شاء الله جنبه بالماضي وكل المساعدين واللاعبين. تحية خاصة من هذا المنبر نقول لهم ربي يوفقكم إن شاء الله، وربي إن شاء الله تكون الكأس لنا إن شاء الله يا رب. المنتصر بالله حفيان وفي آخر حواره مع قناة الهداف ناشد وطالب التكفل بحالته، لكن أياما فقط بعد حواره معنا قدر له المولى عز وجل أن يغادرنا إلى الأبد، وأن ينتقل إلى جوار ربه صباحة الاثنين الثامن من يناير في مدينة توغورت، وتغادرنا معه ابتسامته الجميلة الساحرة التي كانت رمحا في جسد المستحيل، وتحلى بها سلاحا لأزيد من عقدين من الزمن في وجه اليأس. فوداعا أيها المنتصر بالله، وداعا أيها الشاب الطيب، ولترقد في سلام وأمان مع
بأرض تماسين الطاهرة في تجورت، فقد كنت وستبقى بالنسبة لنا جميعا مثالا وقدوة نادرة في صراع البشر في وجه المستحيل. حالتي أصبحت لا يعجز اللسان عن التعبير، لأن ما عادش قادر. حالتي أصبح حتى نحس باليأس، ما نكذبش، حتى نحس باليأس، يأس كبير والله. شفت الحالة نتاعي صعيبة بزاف، مش ناطر والله. سيدي بارك الله فيك انك تخزر الحالة نتاعي.